عثمان الأستاذة بشرى البكاري دخول الإبداع والمعرفة تاركا في القرآن مع الذين مسرور جدا بالتواجد بالمكتبة الوسائطية لمسجد الحسن الثاني لهذا النشاط الذي تعده شبكة القراءة فرع بمسيك وبتنسيق مع مؤسسة مسجد الحسن الثاني. أعتبر أن استضافتي واستضافتك الاحتفاء بكتابي حبل القصير للمشنقة يأتي في إطار سلسلة التوقيعات التي انطلقت في العديد من المدن. وهذا الكتاب هو كتاب يجمع بين الألم والأمل، كتاب يسائل قضايا وجودية مثل الحب، الموت، الحياة، الخير، الشر، وحاولت فيه في إطار الكتابة الشذرية أن أخضع قضايا كبرى من زاوية نظري للتأمل. فالكتاب يأتي بعد مرحلة كوفيد، وهذه المرحلة نعرف أنها عجت بكثير من القضايا الوجودية التي جعلتنا نعيش لا يقين. الكتابة الشذرية هنا كتابا تحاول أن تفجر اللغة وأن تنحو نحو التأمل، فهي تقع على الحدود بين أكثر من جنس أدبي، وغايتها أساسا هي الجنوح نحو الفكر الفلسفي التأملي بطبيعة الحال بلغة شعرية تقترب من الشعر لكنها لا تكونه. وبهذا المعنى أسأل دائما عن معنى حبل قصير للمشنقة، هل يوجد هناك حبل طويل للمشنقة؟ في الطريق إلى الموت لا نسأل عن الحبال ونوعها، هل هي ولكن القصد هنا أننا نحاول أن نقف وقفة للتأمل فينا، في زمننا، في عالمنا، بكل ما مر منا، لنسائل الوجود، لنسائل يقيننا في العالم، لنسائل أيضا ذلك الاطمئنان الكسول الذي جنحت إليه البشرية، فالاطمئنان بالعلم والتقنية. اليوم نحن أمام حبل قصير للمشنقة في كتاب شذري نحاول أن أقدم فيه من وجهة متواضعة رؤية للعالم من زاوية ذاتية. المكتبة الوسائطية للاحتفال بكتاب صديقنا المبدع عبدالعزيز كوكاز الذي نلمس فيه بعدا كتابيا بملامح شعرية وتأملية، إذ حاول هذا المبدع أن يلامس جوانب عدة منها اليومية والفكري والإنساني في كل ما يتعلق بالبعد الألمي وبعد المأساة التي تعد بالنسبة له المحرك الإنساني نحو تأمل الحياة وتأمل العابر وتأمل المستقبل والماضي، خاصة أن الألم عنده هو دافع نحو التطوير الذاتي وتخطي كل الخطايا. كوكاز أن يدير تيمته الأساسية ضمن جزر شذرية أعتبرها جزرا أرخبيلية تمتح من الأبعاد المتعددة، منها التأملي، منها الفكري، منها اليومي، منها الصحفي، ضمن رؤية تسعى إلى جعل من كل شذرة نص مستقل بذاته، وقد نجح في ذلك.